استاذ عادل، مين من تلاميذ حضرتك تفوق عليك؟ كلهم. اجابه دبلوماسيه يا استاذ عادل، مش متعودين على الاجابات الدبلوماسيه دي. يعني كل واحد تميز في حاجه، يعني وائل ابراهيم تميز قطعا في التلفزيون، وده كان هو باعتباره محقق. كان اهم حاجه ان انت ازاي، اهم حاجه في قياده الصحيفه ازاي تختار لكل شخص ما يناسبه. انت او اكتشاف قدراته، تعلم تعلم جيدا ان الصحيفه فيها ناس بتجيب اخبار، وناس بتكتب، وناس بتجيب افكار، وناس بتجيب افكار، وناس بتعمل ابحاث، وناس الى اخره. ازاي تحط كل شخص في المكان المناسب له؟ هو ما بياخدش باله انه ايه، بيخش في اختبارات كثيره جدا، ما ينفعش ده طب اللي بعده، ما ينفعش ده طب اللي بعده. هنا هتلاقي انه كان اختيار الوائل ابراشي مناسب لطبيعته ولشخصيته ان يكون محققا. وما زال محقق تلفزيوني عظيم. تمام. صحيح. هتجد ابراهيم عيسى من احسن كتاب المقالات. بالك؟ هتجد انه عمرو خفاجه من افضل الناس الذين يديروا مناطق إخبارية اجتماعية ومتختلفة فيها البني آدم، حاجة مهمة جدا يعني. هتجد إن محمد هاني عنده شخصية سهلة جدا تخليه يمارس العمل كرئيس قسم فني بطريقة سلسة جدا رغم صعوبة العمل في هذا المجال مع الفنانين يعني. بالك؟ الحاجة المهمة في الحقيقة في رأيي هو إن هذه المجلة روزا لويس كنت بسميها جورنال باستمرار، قدرت تمول نفسها بنفسها. طب حضرتك اسقطت اسم اللي اعاد اصدار الجورنال، الاستاذ عبد الله كمال. عبد الله كمال كان من احسن الناس الذين تصنع الجرايد، ولكن المشكله الاساسيه عنده هو السؤال لمن تكتب. مين اشطرهم يا استاذ عادل؟ كل واحد له حاجه زي ما قلت لك. مين اشطرهم؟ يعني ما اقدرش اقول لك ان ده اشطر من ده، كل واحد شاطر في حته. يعني كل واحد حقيقه مش، ودي كانت ميزه بقول لك ان انت قدرت تحط كل واحد. السباق طالع عباره عن مفيش صدام بين السباق ده، كله طالع على القمه في طرق مختلفه وكله هيوصل للقمه.